السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو جبت لكم خبر بخصوص شهادة التعليم الابتدائي، بحيث أنه سوف رسميا الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي ستكون بعد غد الأربعاء 16 جوان 2021. ربي نجح جميع التلاميذ إن شاء الله يا ربي، وتسود الفرحة في جميع البيوت الجزائرية من أجل التعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل إن شاء الله يا ربي، لكي تتحصلوا إن شاء الله على النتائج. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه.